النهارده في الحقيقه ذكرى مهمه جدا، وهي ذكرى وفاه واحده من اهم الفنانات في تاريخ السينما المصريه. ويمكن امبارح كان في العديد من القنوات الفضائيه اللي بتحتفي بيها وبتعرض افلامها، وهي الفنانه الجميله شاديه. لقبها النقاد والجمهور بدلوعه السينما، واللي كان ليها محبه خاصه جدا في قلوبنا، واللي تميزت في جميع انواع الادوار. كانت قد ايه عندها الحضور والقبول سواء كمطربه او كممثله في ادوار متنوعه كتير، صعب تتنسي، وليها أدوار طبعا محفورة في أذهاننا. شادية هتفضل دايما هي معبودة الجماهير. معبودة الجماهير، دلوعة السينما المصرية، نجمة شباك السينما في مصر لحوالي ربع قرن، طلتها على الشاشة كلها براءة، وصوتها عذب، وأدائها على المسرح كان لافت ومميز. راح منك يا عين، حيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. بنتكلم عن فنانة شاملة، فنها باقي ومحبيها أعدادهم بيزيدوا مش بيقلوا، وكأنهم بيتورثوا حبها جيل بعد التاني. بنتكلم عن فاطمة كمال شاكر، أو الفنانة العبقرية الجميلة شادية. انتوا الاتنين كدابين، انت بتحبها وهي بتحبك وبتغير عليك، وعلشان كده في 8 فبراير سنة 1934 كان ميلاد شادية في منطقة الحلمية بالقاهرة. كان بدايتها مع الفن في وقت مبكر جدا، كان عندها 16 سنة لما فازت في مسابقة شركة اتحاد الفنانين لاختيار وجوه جديدة. بدايتها كانت على ايد المخرج حلمي رفلة، لما لعب دور البطولة قدام الفنان محمد فوزي في فيلم العقل في اجازة، وحققت نجاح كبير جدا خلاها تعمل افلام تانية زي الروح والجسد والزوجة السبعة وصحبة الملاليم وبنات حواء. انا كفاية عليا لقمة العيش والملح مع الراجل اللي بحبه، تساوي عندي الدنيا كلها. وزي فنانين كتير، شادية كانت مشهورة بثنائيات في اعمالها، كان منها عماد حمدي اللي اتجوزته وهم شغالين في فيلم أقوى من الحب، وقدموا أفلام زي المرأة المجهولة وارحم حبي والليلة من عمري وشاطئ الذكريات وميرامار. كفاياك بقى، وكفاية اللي جرالي من تحت راسك واللي شفته من سعيد يومها، بهدلتني بهدلتني. معلش يا فاطمة، انت دموع غالي علي قوي. أما الثنائي التاني فكان مع الفنان صلاح ذو الفقار، واللي اتجوزوا برضه، لكن ما استمرش الجواز، ولكنها قدمت معاه مجموعة من أهم الأفلام زي أغلى من حياتي، عفريت مراتي، وطبعاً فيلم زوجتي مدير عام. أما الثنائي الثالث فكان مع كمال الشناوي، اللي قدمت معاه 27 فيلم، كان منها إرحم حبي واللص والكلاب وساعة لقلبك. حسن، ما تكسرش رقبة أهلي بيننا. يا بعيد عني، بقولك انت فاكرة أنا عبيط هتفوش بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ الكلام ده مش هيحصل. كمان هي ليها نصيب كبير في طفولة ناس كتيرة، في أغاني زي ست الحبايب وماما يا حلوة. سيد الحبايب يا ضنايا انت. وليها في الوطنية أغاني لا يمكن تتنسي زي يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. وبعد سنوات من العطاء قررت شادية الاعتزال والتفرغ للأعمال الخيرية، وفي يوم 28 نوفمبر 2017 وزي النهاردة رحلت عن عالمنا الفنانة شادية عن عمر ناهز 86 عام. رحمة ونور على أهل الفن. ألف رحمة ونور على دلوعة السينما المصرية، واللي هتفضل دايما خالدة في أذهان كل الأجيال القادمة من خلال أعمالها الجميلة والمتنوعة، وكانت في الحقيقة موهبة نادرة جدا.